مساء النور خير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ الحين نبلش قرقتنا عن الطب التكاملي، شنو العلاجات. شوف لمعة لمعة أمعة، شنو وظيفتها؟ اول شغله هي اللي تمتص الاكل وتودي عبر الدم، الله يعطيها العافيه، لها وظائف وايد، ولكن خلينا نتكلم عن اهم وظيفه. حلو. ساعات يصير خلل بالامعاء، اكل معدل وراثيا، اكل مصنع، الامعاء شويه تتاخر، اذا تاخرت الامعاء شويه راح يصير في خلل بالامعاء. ونفس الوقت ساعات تاكل اكل طبيعي لكن يسبب لك مشاكل، مو من الاكل، لا من الامعاء. ليش؟ ايش فيها الامعاء؟ تكون الامعاء يا جماعه ناقصها اشياء وايد. مثل شنو؟ اهم ثلاث اشياء تحتاجهم الامعاء، ما اعطيتهم على طول يصير خلل عندك بالامعاء، امساك، قالون، كل شيء، اي مشكله. البوتاسيوم يا جماعه، البوتاسيوم شو يسوي؟ هو اللي يحرك الامعاء، تتحرك الامعاء. حلو، يسوي حركه دوديه. المغنيسيوم شو يسوي؟ المغنيسيوم يا جماعه يسوي ارتخاء حق الامعاء. عرفتوا اللي يطلع ببطنه صوت بوخ بوخ؟ هذا دليل ان جسمه ما في مغنيسيوم. وعندنا يا جماعه الصفرة اللي تفرزها المرارة، شنو؟ صابون الأمعاء، كذي عندك أحلى أمعاء. طول ما عندك مشاكل بالأمعاء ركز على الثلاثة هذول، ركز عليهم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، المرارة. شوف تفرز الصفرة ولا لا؟ ما فرز الصفرة تقدر تاخذ مكمل أملاح المرارة، يسوي نفس دور المرارة بس يفرز لك الصفرة. وايد أشياء راح تتغير يا جماعة، مجرد ما تضبط أمعائك أصلا حياتك كلها تتغير. الثلاثة هذول مو تنساهم، أوكي؟ يا جماعة مشاكل الأمعاء والغالون وايد نسمع فيديوهات مقاطع، أكل القشور الرمان، أكل ريل ذبان، أكل ما أدري شنو، أكل الحميسة الفلانية، خمر شيء، أكل عسل مفيدة؟ يلا، بس ولكن هذه الأشياء مو أساسية، الأساس إذا ما كان موجود هذول الأشياء والله العظيم ما راح تسوي ولا شيء. الأمعاء تبي بوتاسيوم، مغنيسيوم، المرارة، ضروري جدا. ما عندك هذول الثلاثة والله لو مش تسوي، لو تلحس القار كل يوم أمعائك ما راح تصير زينة، فكافي خلاص. يعني اللي بيسوي مثلا يسوق عن عسل أو قشر رمان أو أي كان، لا تقول هذا يعالج الإمساك، لا تقول لا تقول كذي، قول هذا مساعد. ولكن الأشياء الأساسية لازم تذكرها، ترى جسمك يحتاج أكل صحي، مغنيسيوم، بوتاسيوم، ولكن لا تقول هذا منتجي زين حق الجسم، مثلا قد يكون ممكن في كورتيزون، يمكن الآلام كلها تختفي. نقول والله خوش عسل، ويانا شركات ما بيذكر أسماءها يوم سووا اختبار حق العسل ماله طلع فيه كورتيزون، والناس تأخذه، والله عسل طيب هذا، تصدق كان فيني ألم ظهري وراح، تصدق كان عيني راحت، تصدق كان راسي عول، كورتيزون. فيا جماعة لا حد يقص على عقولنا، خلاص نعطي الشيء الأساسي، أما في أشياء مساعدة خير وبركة، مو موجودة الأشياء مساعدة هم خير وبركة، علاجنا ماشي. أوكي هاي يا جماعة كافي ولا اكمل بعد؟ كنا كافي فيديوين. يلا هاي يا جماعه كافي ولا اكمل بعد؟ كنا كافي. لا ما بي، مو زين. منو قال لك مو زين يا جماعه؟ منو اللي ما ياخذ الجلوتين؟ شخص عنده حساسيه من الجلوتين او عنده تقرحات من الجلوتين، اعيد للمره الالف، من اللي ما ياخذ الجلوتين؟ شخص عنده حساسيه من الجلوتين وشخص عنده تقرحات من الجلوتين. انت ما عندك حساسيه من الجلوتين ولا تقرحات من الجلوتين، اكل الاكل اللي فيه جلوتين. يا جماعه الدعايات والتسويق عن وخر عن الجلوتين، خالي من الجلوتين، نو جلوتين، ترى الجلوتين ما ياثر فيك اذا ما فيك شيء، عادي الجسم راح يهضمه ويطلع، فلا تصير دقيق اذا انت ما فيك شيء. واي شخص يبي يعرف عنده حساسيه من الجلوتين او لا، اكل الجلوتين وسو فحص، يعني مو تنقطع عن الجلوتين، لا اكل الجلوتين وايد وسو فحص، راح يبين اذا كانت عندك حساسيه من الجلوتين او لا. الرساله بوصلك اياها، لا يصير فيك هوس، لا يصير فيك هوس، ترى سووا دراسات الكذر، يابوا اشخاص وايد اللي في عنده حساسيه واللي ما عنده حساسيه، الكل كله جلوتين، الناس اللي ما عنده حساسيه عادي اموره طيبه ولا تشكي وفل جلوتين، فلا تكون حساس ودقيق، لا هذا جلوتين، لا في جلوتين، ها هذا اللي نو جلوتين، انت ترى يمكن قاعد تقط فلوسك زياده على الفاضي بشيء كنت تخاف منه وهو ما راح يضرك. قلنا اللي ما ياخذ اشياء فيها جلوتين اللي عنده حساسيه من الجلوتين، اوكي؟ عشان لا يصير فيك هوس.